للكاس العنوان حان الموعد حان. يا شباب يا هلا يا هلا هنا هنا اجتماع. يا هلا يا هلا همزه انا اقول يا هلا ومرحبا. بسم الله. هنا مكان استاذ وليد. عادي بس مكاني ولا اقعد انا وثاني جيبي. يا هلا ومرحبا كيف الحال؟ الحمد لله بخير. طبعا الاستاذ وليد جمعنا هنا قال انه في اجتماع بسيط. وش الاجتماع؟ اجتماع انا نفسي ما اعرف لكن اجتماع مبسط بسيط يتبسط الموضوع جميل. نعم فعلينا الانتظار حتى يقوم من النوم. نايم اتوقع انه نايم شو اسوي فيا حي الله كيف الحال؟ ما شاء الله جاي يلا حيه يلا حيه. السلام عليكم. مرحبا 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 مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا حياكم الله يا شباب كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ الحمد لله بخير ونعم. طيبين؟ يا هلا شيخ. شو علومكم؟ كيف اموركم طيبين؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا يا هلا. اقلط اقلط عمرك. بسم الله نبدا هذا الاجتماع. هذا الاجتماع مهم جدا زي ما كلمتني. يلا حيهم يلا حيهم شو اخبارك؟ الله يحييك. شو علومك؟ الحمد لله. طيبين؟ الحمد لله. يلا حيهم يلا حيهم. يا هلا. اليوم يا جماعة الخير انا جمعتكم في هذا اليوم المهم والعظيم. اوهو. زي ما تعرفون في هذا اليوم الخاص جدا. نعم. علشان نتحدث عن فعالية الرحلة الترفيهية الخاصة بفريق العوامير. حلو 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 حلو. طبعا يا جماعة انا جبت اليوم معاي خريطة العالم. زي ما انتم شايفين نبي نحدد وين راح تقام. زي ما انتم شايفين هنا الدائره في جزيره الوقواق اللي تبعد عن خط البوسفور اللي يقطع خط غرينتش بعد 45 درجه تحت الصفر. حلو. انا عندي شفتها ممتاز. عندك مكان ممتاز. خلينا اول شيء بس عشان اشرح لكم ابي اعرف في البدايه ابي عشان نحسب الميزانيه ودي الياس كم وصلت ميزانيه حصاله الهوامير حتى الان؟ الميزانية والله على آخرة وصلت تقريبا يمكن مليون تريليون بليون إيش بعدنا. واو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ممتاز جدا. أستاذ عبد الملك كم وصل جماهير الهوامير حتى الآن؟ كم عندنا شخص؟ 15,005,99% 15,000. واو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. طيب اذا الميزانيه تكفي ان شاء الله انه نقيم فعاليه لذلك لازم علشان جمهورنا الخمسة مليون هذولي يستمتعون معنا في الرحله لازم ايش نسوي؟ نسوي لهم افخم فلوق باذن الله في الرحله الجايه. يلا شباب خلينا نحدد. تفضل معي يا استاذ مين المسؤول عن الخرائط؟ انا عندي مسؤول الخرائط. اجلسوا شباب. هذا اجلسوا. طبعا زي ما تشوفون هذه خريطه العالم. عندنا في هذا المكان جزر البقبقيق. جزر البقبقيق تتميز. تعال خليك هنا خليك هنا. نعم. تعال. تتميز. اسلم. بنهار بويرد وليس بارد وليل مبرود يعني بارد. عندنا هنا اللي هو جزر الوقواق. جزر الوقواق اللي تبعد عن خط الاستواء العرضي 969 ملي تريليون. ما شاء الله ما شاء الله. استاذ فراس اقول لا يكثر تراني اخترت الدوله. وش هو؟ تتوقعون وش اخترت؟ بس وش عندنا هنا من الدول القمر؟ اقول لا يكثر بس. انا اخترت الدوله وش المملكه العربيه السعوديه. حلو. طيب وش هذه اللي تختارونها يا شباب؟ عندنا الشرقيه عندنا الرياض عندنا القصيم عندنا حايل عندنا نجران. اوه تبوك.
وفي تبوك بعد، في جدة ومكة لعيون المعد بدر. عسير. طيب عندنا عسير شباب. ما شاء الله. حلو، وش رايكم؟ تبوك ثلج وبراد و... طيب أنا أقترح البحر الأحمر. ها نروح رحلة في تبوك؟ بحر الأحمر خلني أنت. ما في صراحة هنا رحلة. أحمر نسبح. حاب أقول لكم شيء ثاني. ترى من قبل ما أجي اخترت المدينة. طيب المدينة يا شباب تتوقعون وش؟ الرياض. الرياض. طيب عندنا هنا مجموعة أحياء، وش رأيك عبد الملك؟ وش ودك؟ شكرا. إلياس. يا سلام عليك إبراهيم. حلو. سويدي. فراس سويدي. لا وين بنسويها شباب؟ وين؟ غششوني ما راح اقول لكم عشان لا حد يجينا. طيب حلوين. الان احنا لازم نرتب موضوع الاستراحات. مين مسؤول الاستراحات والتوصيلات والرحلات؟ انا. عبد الملك تفضل. اسال عبد الملك، نبيك تورينا الاستراحات اللي موجوده. اماكن ولا وش؟ كيف اماكن؟ اي نبي نشوف الاستراحات. وين اسامي تبي؟ نبي نشوف تصميم الاستراحة، نبي شيء مودرن، نبي شيء حديث، نبي شيء مختلف علشان نستانس. صراحة ممتاز جدا جدا. واو. مسبح وخيمة ومرجيحة. جميل. وثير ما شاء الله. لا بس. علوم طيبة وبرد. بس معلش المرجيحة هذه تكفي لكم شخص؟ ها؟ تكفي لحالي. ما أدري. ثلاثة. أقول إيش رأيك توقف مكان فراس تشرح لنا بس عن الاستراحات؟ يا سلام. أسلم. أي تقولي المرجيحة تكفي كم شخص؟ ثلاث أشخاص. اي هو في هنا لمبه. لا 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 ما نبيها شكرا. قطعت شو؟ يعني انا احس ان فيها مشكله في الاستراحه هذه. وشو هذه الاستراحه في الليل؟ احنا نبي استراحه في الصباح. اه مشكله. الله يجيب الشمس. الله يجيب الشمس. الله يجيب الشمس يا رب. اللهم امين. يلا عطنا عطنا الاستراحه اللي بعدها. ايوه ما شاء الله. الاستراحه مسبحه مكشوف. شباب صيحه اعجاب. واو صراحه انا مره راقت لي الاستراحه هذه. شوفنا باب وثيل كبير ومسبح مكشوف. السلام زهر ابيض. لا 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 والله عليهم جميله. بس احس يعني ممكن نشوف احسن. استاذ عبد الملك عطنا الثاني. بسم الله. خلينا نشوف اللي بعدها لو سمحت. الله 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 مسبح هذه ما شاء الله المطلوبه. سبحان الله نفس اللي حلمت فيها امس. ما شاء الله. فينا ملعب كوره قدم. فيها مسبح، فيها ملعب كوره، فيها نخل الواحد جاع ولا شيء تمر. ياكل تمر ماش 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 ما عجبتني ما عجبتني. في زحليقه هناك صغيره ما تقدر. ماشي ما عجبتك؟ في واحده انا انت عجبتك ولا لا؟ لا خلاص انا بختارها. شكرا ان شاء الله. شكرا. يلا شباب اللي بعده وش عندك؟ طيب ودنا نتعرف على ال- 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 الباصات اللي او الاكل الاكلات اللي موجوده. الاكلات اكيد فيه. انت المشروبات صح؟ يلا بنجيك الاكلات. سلمك الله. فيه بيتزا. شوف الاكلات اللي مجهزه لنا. فول. ماش ماش ماش. لا لا والله يبيلها نعم نعم. سماش ماش. انت اللي جايبها وتقول لا. انا جايبها. انت اللي مقترح علينا الاشياء هذه. فول وتميس. لا حسيت اني انا احس تعودنا صح؟ اي تعودنا كل يوم ناكل غير غير غير. نعمة. هي نعمه بس احنا تعودنا على نبي شيء. اوه هذا زين شباب. رايكم؟ نبي ستيك. لا استغفر الله برجر افضل. لا ما شاء الله تبارك الله صراحه اختياراتك جميله لكن مناسبه لك يا عبد الملك. نبيها لنا. احنا فريق الهوامير عندنا مسابقات رياضيه دائما نفوز فيها. طيب هذه زينا عادي. لازم ناكل اكل صحي. طيب بسالك الثلاث برجرات للشخص الواحد ولا كل واحد واحده؟ هذه زينا اكيد. ثلاث اشخاص شخص واحد على ذي كلها. على ذي كلها ثلاث شخص واحد. طيب طاسه خصومات يعني فيها. لا يا قلبي احنا نبي نلعب ونكون خفيفين. نعم. ما يصلح غيرنا. عطنا عطنا شيء خفيف صحي تكفى. هذا شيء ثاني. هذا بس ماشي ما عجبني. يلا عطتك كمية سلطات. شباب ايش رايكم؟ لا 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 خلاص نبي سلطات. سجل عندك يا كنترول. لا اقتل بالله. يلا يلا فيك زعلان انت. يلا يا ما تبي الا تلهط بالنعمه. اكيد يعني وش النعمه؟ اكل صحي خفيف ترى بنلعب ترى بنستانس. تلعب ونجوع. ايش رايك؟ اي والله صحي صح خفيفين و يلا خلينا اكل اللي بعده. شوف وسائل النقل وش مجهز لنا باصات مجهز لنا شيء. اي اكيد عندي باص بدون كفرات. استهبل انت استهبل. باص بدون كفرات. خلينا نغير شوي شباب شيكم. وش نغير؟ يا ابوي احس نفسي في فيلم رعب. تستهبل انت. تغير غير كل يوم نعمه لازم تاخذ بدون كفرات بعد. لا كذا لا 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 شوف انت ما فهمت كيف نعيش جو رعب وكذا حماس. طيب ترى الباب من هنا حبيبي. حبيبي لا معلش معلش غير غير ما اقدر كذا. أنا ثوب جديد توني شايف. أكبر يا ثوب جديد. زين لا لا عطنا عطنا اللي بعده. اللي بعده. الله. لا هذا والله جاز لي جاز لي والله. ما كان لي كفرات. ما لي كفرات هذا زين. لا لا لا.
خلينا نغير نمشي دون قمرات. يا ابوي كيف بنمشي؟ نمشي دون قمرات عادي. لا عادي نمشي نطير دون نطير تطير ها تطير ما ادري بس نمشي دون كاميرات عادي مو بلازم لا 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 ما نمشي لا 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 يا رجال شوف هذا كشخه شوف نقول ثوب يا اخي كشخه كيف بنمشي حيول شكلنا بندف يلا يا ابن الحلال اضحك حساني هذه بنجيب فيها فرق مطاني خلهم يدفون يلا اللي بعده وين اللي بعده راح علق الجهاز شكله ما في شيء خلاص خلصت بصاصه هذا هذه لوحه فنيه مو بباص الله يحفظك والله فنان عندي رايح المدرسه اتوقع هذه انا راسمها انت راسمها بس الفنيه يبيها مطلوب عندنا يا سلام يا سلام عليك لا مره جميله صراحه ايش رايك تعتمد الباص يلا بسم الله اللي بعده يلا تاكد ان نعتمد الباص يعني لا الان إيه؟ نبي فرقه ترفيه نبي مهرجين نبي دمى مين اللي حيجي يرفهنا نبي نشوف انا عندي نبي نشوف مين اللي بيرفهنا يعني انا كل ترفيه انت كلك ترفيه بسم الله عليك بسم الله عليك عندك شيء في الترفيه يا عبد الملك مهرجين شيء عندي مهرج ابو خشم بس ماشي يلا خلينا نشوفه ورني نبي نشوف على جوي انا بصير خشمه يعني شيء مبتذل نبي شيء كرياتيف اكثر حال انت اصلا طلبات كثير عطني اللي بعده يا نشوف اللي بعده ها شوف انتوا اسمع لهم تحيه هذا هو بس لا حرام يا رجال هذول في مصر ما عندنا فلوس نجيبهم تكاليف ودنيا نبي نصرف 5 مليون يا ابوي نبي نفوز احنا في الصاله يلا اللي بعده وش المهرج اللي بعده ما في شكله ما في غصب يبون هذا خلاص نجيب ها في مهرج بعده ولا لا يا عبد الملك والله ما اتذكر والله ما خبر ما في مهرجين ما في شكل ما في ها جاهزين المهرجين يا كنترول يعطيك العافية. طيب باقي عندنا آخر شيء الياس إحنا نبي فعاليات ومسابقات ترفيهية بنصورها في الفلوق حقنا. أفا. ودنا تقولنا وش الفعاليات اللي عندك وش الأناشيد والهازيج اللي بتسمعنا. حنا عاد أفا أنت ما تعرف يا شيخ. يا سلام. عندنا حنا عاد الفرقة اسمها فرقة الهوامير. هذه الفرقة عاد ما في شيء نزلتها الا اعرفها الفرقة الانشادية المشهورة طيب نبي نعرف وش بتسمعنا منها وش بنشغل نبي يكون دي جي حقنا مرة بطل في شيء توهم طازة كذا من المصنع ايوه توهم نزلين خلنا اسمعكم قبل دقيقتين على المكتب عاد هو تو كذا نزل كذا 24 ساعة 24 دقيقة قصدي نزل كذا كلمات مع لحن ما ما 24 دقيقة 27 دقيقة على كيفك هي وش سجال هامور للميدان اي الجديدة يلا سمعنا يلا 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 خلنا نسمع جاء الهامور للميدان ويا مطبوخ انت الخسران جاء الهامور للميدان ويا مطبوخ انت الخسران جاء الهامور للميدان ويا مطبوخ انت الخسران المطبوخ عامل فهمان وهو والله كسلان المطبوخ عامل فهمان وهو والله كسلان وهذا الهامور الفنان واللي يشجعه كسبان هذا الهامور الفنان واللي يشجعه كسبان ويا مطبوخ يا تعبان اسمعني وبلاش جنان يا مطبوخ يا تعبان اسمعني وبلاش جنان ترك مقد الميدان اهربوا عليك الامان ترك مقد الميدان اهربوا عليك الامان فريقنا يظهر ويبان وانت في الزاويه جابان فريقنا يظهر ويبان وانت في الزاويه جابان الله يعطيكم العافيه شباب ونتمنى باذن الله تكون افخم رحله جمهورنا انتظرونا واقترحوا علينا وش اطلق استراحه عجبتكم علشان نختارها اقترحوا علينا كمان المزيد من الافكار والاقتراحات في الهاشتاج اللي ممكن نسويها في الرحله علشان نصور فلوق ونطلع بفلوق فخم يليق فيكم شكرا لكم جمهور الهوامير